صباح الخير يا نهاوند، وطبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ويوم جديد وطبعا وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وكالعاده هكون معاكم هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اقول لكم كل الاجواء هنا وكل الامور طبعا اللي تخص النادي الاهلي، سواء الفريق الاول لكره القدم او الالعاب الاخرى. ويعني خليني زي ما انت قلت يا نهاوند يعني اقول لك الاجواء طبعا هنا اللي موجوده في النادي الاهلي. يمكن درجه الحراره النهارده مرتفعه شويه، ويمكن في شويه هواء زي ما انت شايفه. كمان رواد النادي الاهلي او اعضاء النادي الاهلي كلهم يعني هنا متواجدين بعدد كبير، يمكن في عدد كبير من رواد النادي متواجدين في ملعب مختار التتش بيمارسوا يعني الرياضه. طبعا بيبقى في مجموعه متعودين ان هم يمارسوا الرياضه كل يوم داخل التتش او في صالات الجيم عشان يحافظوا على اللياقه البدنيه او يتخلصوا من اي اصابه موجوده. كمان في اعضاء النادي الاهلي متواجدين عشان يبقى في تدريبات صباحيه، يعني سواء في مجمع حمامات السباحه او الصالات. طبعا بتبقى تدريبات ل 2001 2002، يعني بتبقى تدريبات للقطاع الناشئين سواء في كرة اليد، كرة السلة أو كرة الطايرة. خليني بقى انتقل واروح لاخبار الفرق الرياضيه، وابتدي بالفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر بيتسو موسيماني، ويعني رحله طويله من جنوب افريقيا لقطر والتتويج ببطوله السوبر الافريقي راح لمده 48 ساعه. الفريق الاول لكره القدم هيعود النهارده ان شاء الله ويستأنف تدريباته على ملعب مختار التتش. التجمع هيكون الساعه 4 والتدريب هيكون الساعه 5 استعدادا للمرحله المقبله، واللي طبعا هتشهد مباريات يعني في كل البطولات. واول مباراه ان شاء الله هتكون للنادي الاهلي، هتكون مباراة الترجي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ده طبعا بعد ما تم تأجيل مباراته مع إنبي في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، والمفترض كانت تتلعب يعني يوم الجمعة المقبل، ولكن تم تأجيلها لموعد يعني هيتحدد بعدين من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم. كمان رجال الطايره وتحت قياده مستر او يعني الكابتن ميدو كابتن محمد مسلحي، يمكن امبارح يعني فريق رجال الطايره دخلوا في معسكر مغلق امبارح استعدادا للمباراه القادمه. النهارده ان شاء الله هيتمرنوا على فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه. يعني الفتره الصباحيه الساعه 10 يمكن التدريب بدا من شويه، والساعه والفتره المسائيه هتكون الساعه 6 استعدادا للمباراه القادمه، مباراه بكره ان شاء الله اللي هتكون امام نادي الزمالك. يمكن يا نهاوند يا كريم دي هتكون من اهم المباريات ومن اقوى المباريات النادي الاهلي هيواجهها طوال مشواره في بطوله الدوري الموسم ده امام نادي الزمالك، لان دي المباراه اللي هتحدد يعني مين بطل الدوري ان شاء الله سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك. عندنا ثقه كبيره طبعا في لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني بقياده كابتن ميدو ان هم ان شاء الله يعني هيأدوا اداء دايما زي ما معودنا عليه، اداء قوي واداء متميز منهم، وان شاء الله يعني يتوجوا بكره ويفرحونا طبعا ببطوله الدوري. كمان رجال او سيدات عفوا الطايره تحت قياده كابتن حمدي الصافي النهارده ان شاء الله هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات، وهيعودوا مره اخرى للتدريبات بكره ان شاء الله داخل مقر النادي عشان طبعا عندهم يعني مباراتين مهمين جدا، نصف نهائي ونهائي في بطوله كاس مصر. ان شاء الله نصف النهائي هيكون مع سبورتنج، كان المفترض يعني انا هوند المباراه هتتلعب يوم الجمعه، ولكن تم تاجيلها من قبل الاتحاد المصري لكره الطايره لميعاد يعني لسه هيتحدد خلال الفتره القادمه. كمان رجال السله وتحت يعني برده قياده الكابتن او مستر ماريو بالما المدير الفني للنادي الاهلي، يمكن قرر انه الفريق النهارده يسافر الساعه 1 من مقر النادي لمدينه الاسكندريه لدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباريات او المواجهات للنادي الاهلي امام الاتحاد السكندري في النصف النهائي من بطولة الدوري، وطبعا اللي هتتلعب بنظام ذا بيست اوف 5. واول مباراة ان شاء الله للنادي الاهلي من 5 مباريات هتكون يوم 6 من الشهر الجاري، وهتتلعب على استاد برج صاله استاد برج العرب بمدينة الاسكندرية. يمكن كابتن او مستر ماريو بالما قرر انه لعيبة النادي الاهلي تخش في معسكر مغلق قبل المباراة يعني نهاوند بخمس ايام عشان طبعا اللعيبة تكون في حالة من التركيز وتكون يعني طبعا في اجواء المباراة، لانه طبعا المباريات دي مهمة جدا للنادي الاهلي، ودي اللي هيضمن بيها وصوله او يعني وجوده في النهائي او الدور النهائي من بطوله الدوري. كمان يعني قبل ما اختم معاك يا نهاوند خليني اقول لك ان الفريق الاول لكره اليد تحت قياده الكابتن طارق محروس، يمكن كابتن طارق محروس يعني حدد الفتره او الميعاد اللي هيرجع فيه لعيبه النادي الاهلي للتدريبات الجماعيه داخل مقر النادي، ودي طبعا اللي هتكون يعني تدريبات او يعني الفتره فتره الاعداد للموسم الجديد هتكون يعني الشهر ده ان شاء الله يوم 12، وده طبعا هيكون فيها كل لعيبه النادي الاهلي ما عدا اللعيبه اللي منضمه لمعسكر المنتخب. معسكر المنتخب طبعا يعني يمكن شفناه الفتره الماضيه في الغردقه، هيكون كمان هنا في القاهره فتره المعسكر دي هتكون اعداد لاولمبياد طوكيو، واللي منضم منها من النادي الاهلي محمد عصام الطيار طبعا يعني حارس مرمى
النادي الاهلي ومنتخب مصر، واحد من نجوم النادي الاهلي ابراهيم المصري، محسن رمضان، عبد الرحمن فيصل، عمر سامي، عمر كاستيلو، احمد هشام سيسا، واحمد عادل. يمكن دي يعني نهاوندو يا كريم كانت كل الامور والاجواء هنا داخل مقر النادي الاهلي، وطبعا اخبار الفرق الرياضيه سواء الفريق الاول لكره القدم او الالعاب الاخرى. انا معاكي طبعا لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. بص يا سالا، انا قبل ما اختم معاكي عايزه اروح معاكي النقطه، اكيد طبعا وانت متواجده في النادي ناس كتير من الرواد او من يعني الاعضاء بيبقوا عارفين ان انت مراسله قناه الاهلي بحكم المايك وبحكم ان انت طبعا معروفه واللبس وغيره. خليني اعرف منك يعني اللي بيدور، الحوارات اللي بتدور، الرسائل اللي هم بيحبوا يوصلوها، برضو ازاي نقللنا الاجواء بعد لما الفرق المختلفه بالنادي الاهلي في الرياضات المختلفه بنفوز او حتى يعني كره القدم، ايه الرسائل او الكلام اللي بيدور اللي بتسمعيه؟ خلينا نعرف منك. يعني خليني طبعا في البدايه انا هوند اقول لك لما الناس بتشوفنا طبعا واحنا ماشيين في النادي الاهلي يعني باليونيفورم اللي انا لابساه او باللوجو النادي الاهلي بتبسطوا جدا، يعني طبعا بيقعدوا يقولوا بقى يعني ان قناه النادي الاهلي عايزين نعمل لقاءات، عايزين نتكلم عن يعني فوز النادي الاهلي، برضو يعبروا عن سعادتهم ويتكلموا عن اداء النادي الاهلي سواء في كره القدم او في الالعاب الاخرى، وطبعا فوزنا يعني بالبطولات برضو يعني يمكن كذا حد كان عايز يتكلم ويعبر عن فرحته لحد دلوقتي بفوزنا بالسوبر الافريقي. فيعني انا عايزه اقول لك ان طبعا الاجواء هنا بتكون يعني جميله، واعضاء النادي الاهلي بيبقوا دايما عايزين يعبروا عن سعادتهم وفخرهم بانتمائهم للنادي الاهلي. حلو جدا، وانا باكد كلامك لان فعلا انا وكريم حتى لما بنروح بتدور يعني او بتدور الحوارات والاحاديث دي، وتحس الناس فعلا تحس همزه الوصل كده عايزين يوصلوا صوتهم، فحلو جدا ان احنا ننقل الصوت من خلال مراسلنا ومن خلال الشاشه. شكرا ليك يا سالا جدا، شكرا.